في العرض السابق تعلمنا قليلا عن الدائرة، والدائرة هي حالة خاصة من القطع الناقص، تعتبر حالة خاصة لأن في الدائرة لدينا دائما نفس المسافة من مركزها، بينما في القطع الناقص المسافة من مركز الدائرة تختلف دائما. أنت تعرف ما هو شكل القطع الناقص؟ حسناً، وضحت هذا لكم في العرض الأول، إنه يبدو هكذا. ما أعني هو نصف القطر أو المسافة من المركز متغيرة دائماً. دعوني أفترض أن هذا هو المركز، إذن هذا الأصل هنا، وكما ترى هنا، فإذا كنا على هذه النقطة على القطع الناقص فسنكون قريبين من الأصل، وهذه أقرب نقطة يمكن الحصول عليها، قريبة بما فيه الكفاية، وعندما نكون هنا فسنكون بعيدين عن نقطة الأصل. يمكن هذا البعد عند الانتقال إلى هنا أن يكون إذن الدائرة تعتبر حالة خاصة من هذا، لأن في حالة الدائرة أبعد نقطة عن الأصل هي نفس المسافة لأقرب نقطة، أو بكلمة أخرى نحن دائما على نفس بعد المسافة عن نقطة الأصل. حسنا، بهذا دعونا ننتقل إلى الرياضيات. إذن النموذج العام أو المألوف للقطع الناقص المتمركز على نقطة الأصل هو X تربيع على A تربيع زائد Y تربيع على B تربيع يساوي 1، حيث أن A و B أي عددان، أو علي أن أكتب C تربيع و D تربيع، أعني أنهما يحملان منازل. ولا أعطائكم فكرة حول ما يعني هذا، فإذا كان هذا هو القطع الناقص في السؤال الآن، فإن A هي طول نصف القطر في اتجاه X، وتذكر سيكون لدينا A تربيع هنا، فإذا أخذنا الجذر التربيعي سيكون A هي نصف القطر لX. إذن هذه المسافة في الرسم الذي لدينا هنا هي A، أو هذه النقطة هنا، فعندما نتمركز عند نقطة الأصل فتصبح النقطة X تساوي A وY تساوي 0، وبالطبع هذه النقطة هنا ستكون A أو ناقص A 0، ومن ثم نصف القطر في اتجاه Y سيكون هنا النصف القطر هذا وهو B، إذن هذه النقطة ستكون X تساوي 0 وY تساوي B، وهذه النقطة هنا كذلك ستكون X تساوي 0 وY تساوي ناقص B. وطريقة رسم هذا، لدينا قطع ناقص قصير وعريض، ويمكن أن يكون لدينا قطع ناقص طويل ورفيع، لكن في حال كان قصير وعريض الاتجاه القصير هذا يسمى المحور الفرعي، ودائما ما أنسى المصطلحات، لكن B يمكنك تسمية طول نصف المحور الفرعي ونصف المحور الفرعي نصف المحور الفرعي. ما هو أصل هذه الكلمة؟ حسنا، إذا كان كل هذا هو المحور الفرعي، أو إذا يمكن تسميته بالقطر الفرعي، فإذا كان القطر الفرعي ويسمى بالفرعي لأنه أقصر من جميع أقطار القطع الناقص، ثم فإنه نصف هذا، نصف أي 1/2، B عبارة عن طول نصف المحور الفرعي، إذن B في المثال هذا لقد قمت برسم المحور الفرعي، وكانت في الرسم B أصغر من A، ولو كانت B أكبر من A لكان القطع الناقص طويل ورفيع. دعوني أرسم واحدا، سيبدو هكذا، يمكن أن يكون لدينا قطع ناقص هكذا، سيكون نصف المحور الرئيسي هو B، ولأنه أكبر من A سيكون هذا أطول من كونه عريض، لكن لن أجعل الرسم مربكا كثيرا. في هذه الحالة A عبارة عن طول، أعتقد أنك خمنت هذا، A عبارة عن نصف طول المحور الرئيسي، نصف
طول المحور الرئيسي، أو يمكن تسميته بطول نصف القطر الرئيسي، وأعتقد أن هذا منطقيا. نصف القطر الرئيسي، إذن لدينا نصف القطر الرئيسي، ويمكنك تسمية هذا بنصف القطر الفرعي، نصف القطر الفرعي. إذن نقول هنا نصف القطر الفرعي. دعوني الآن أقوم بحل المثال، وأعتقد أنه عندما ننهي المثال الذي يحتوي على أعداد فعلية ستكون الصورة أكثر وضوحا. إذن لنفترض أنني لدي التالي إكس تربيع على 9 زائد واي تربيع على 25 يساوي 1. إذن ماذا سيكون نصف القطر في الاتجاه X؟ هذا هو تربيع نصف القطر للاتجاه X. وإذن إذا كنت سأمثل نصف القطر في اتجاه X، فيمكن القول أن A يساوي 3، لأن هذه A تربيع. وإذا كنا سنحدد فسنقول أن هذا B تربيع، إذن B تساوي 5. وإذا أردنا أن نمثل هذا ومرة أخرى، هذا يتمركز على نقطة الأصل. دعوني أقوم برسم القطع الناقص. أولا لدينا نصف القطر على اتجاه Y أكبر من نصف القطر على اتجاه X. القطع الناقص سيكون أطول وأرفع، وسيشبه هذا. الآن نرسم بضع محاور، سيكون هذا محور X وهذا محور Y. إذن هذه المسافة هو نصف القطر في الاتجاه Y. إذن هذه المسافة ستكون 5، وهذه المسافة أيضا، وهذا هو نصف القطر على اتجاه X. إذن سيكون هذا 3 وهذا أيضا 3. قمنا بتعيين القطع الناقص، و إنه ليس بهذه الصعوبة، ولإصابة النقطة حيث أن الدائرة حالة خاصة من القطع الناقص. فتعلمنا في العرض السابق أن معادلة الدائرة عبارة عن، أو الدائرة متمركزة على نقطة الأصل، هي X تربيع زائد Y تربيع يساوي R تربيع. إذا أردنا أن نقسم كلا طرفين على R تربيع، فنحصل على، أو هذا تلاعب بسيط بالجبر، X تربيع على R تربيع زائد Y تربيع على R تربيع يساوي 1. الآن في هذه الحالة A هي R و B أيضا. إذا نصف المحور الفرعي هو R، وأيضا نصف المحور الرئيسي هو R. أو بكلمات أخرى، هذه المسافة هي نفس هذه المسافة، فلن تكون قصيرة وعريضة ولا طويلة ورفيعة، ستكون بالضبط مدورة. ولهذا السبب تعد الدائرة حالة خاصة من القطع الناقص. دعوني الآن أعطيكم، إنه يبدو معقدا بعض الشيء، وهذا ربما ما ستواجهه في الامتحان، لكن أريد أن أريكم أن هذا مجرد إزاحة. لنقل أننا نريد أن نحرك هذا القطع الناقص هنا، ولنفترض أننا نريد تحريكه لليمين بمقدار 5. إذا نحركه لليمين بمقدار 5، وبدلا من أن تكون نقطة الأصل X تساوي 0، ستكون الآن عند X تساوي 5. هناك طريقة لتفكر بالأمر، وهي معرفة ماذا ستكون هذه العبارة. إذا هذه على 5، والعبارة ستنتهي بكونها 0. وحسنا سأرسمه لكما، أرجو أن يكون واضحا. فإذا نقلنا هذا إلى اليمين بمقدار 5، فالعبارة الجديدة للقطع الناقص ستصبح X ناقص 5 تربيع على 9 زائد Y تربيع على 25 يساوي 1. فإذا كنت أرسم القطع الناقص الآن سيبدو هكذا،
وأريد أن أجعله مشابها تماما للقطع الذي رسمته سابقا، سيبدو هكذا. سنزيح بمقدار 5 وحدات، والشيء البديهي الذي تعلمناه في عرض الدائرة عندما قلت حسنا كما تعلمون إذا كان لدينا x ناقص شيء ما أي عدد، فهذا يعني أن نقطة الأصل الجديدة ستكون على 5، ويمكنك تذكر هذا. ويمكن أن تقول أنه إذا كان لدي سالب إذا نقطة الأصل تقع على عدد سالب، إذا سيكون الناتج 5. وكما تعلمون أنه إذا كان لدينا عدد موجب فسيكون الناتج عكسه، لكن الطريقة التي عليك أن تفكر بها الآن هو أنه إذا انتقلنا إلى x تساوي 5، فعندما x تساوي 5 فهذه العبارة كلها x ناقص 5 سنتعامل معها كما تعاملنا مع عبارة x. عندما x تساوي 5 ستكون هذه العبارة 0، وكما كانت x تساوي 0 هنا إذا عندما x تساوي 5 ستكون هذه العبارة 0، ومن ثم y تربيع على 25 يساوي 1، y ستساوي 5. وكما فعلنا هنا عندما x تساوي 0 y تربيع على 25 يساوي 1، إذا y تساوي زائد أو ناقص 5. وأنا حقا أريد أن أعطيكم هذا الحدث، ثم لنفترض أننا نريد أن نحرك هذه المعادلة للأسفل بمقدار وحدتين، صحيح للأسفل بمقدار وحدتين. إذا سيبدو القطع الناقص الجديد هكذا، وقد تعلمتم هذا عدة مرات في القطاعات المخروطية، لكن هذا صحيح بأي طريقة. عندما تحرك أي شيء فأنت تحركه بهذا الاتجاه، فإذا حركت هذا الرسم إلى اليمين مقدار 5 وحدات فستبدل كل x بx ناقص 5، وإذا كنت ستحركه للأسفل بمقدار وحدتين فستستبدل كل y بy زائد 2. إذا دعوني أرسم القطع الناقص الجديد أولا لأوضح لكم ما أفعله. سيكون قليلا إذا احتل الأسفل قليلا بوحدتين، إذا القطع الناقص الجديد سيبدو هكذا، وسأزيح القطع الأصفر للأسفل بمقدار 2. إذا هذه المعادلة، إذا قمت بالإزاحة الأسفل حسنا x لا يزال في مكانه، x ناقص 5 تربيع على 9 زائد y زائد 2 تربيع على 25 يساوي 1. ومرة أخرى سبب معرفتي لهذا لأن عندما y تساوي ناقص 2 فكل هذه العبارة ستكون 0. إذا 0 عندما y تساوي ناقص 2، وعندما تكون هذه العبارة 0 نتعامل معها بنفس الطريقة. عندما هذه تكون 0، إذا عندما y تساوي ناقص 2 نحصل على نفس الأداء على نفس النقطة في المنحنى هنا بالضبط. كما كنا عندما y تساوي 0، إذا هذه ليست نفس النقطة، ويمكنك استعراضه على أنه نفس الجزء من القطع الناقص، تكون على أكبر عمق ممكن للقطع الناقص. وقد كنا هنا وهنا عندما كانت y تساوي 2، وهنا عندما y تساوي ناقص 2، هذه ناقص 2، ذلك لأننا عندما وضعنا y تساوي ناقص 2 أصبحت العبارة كلها تساوي 0، مثل عندما كانت y تساوي 0. لا أريد إزعاجكم كثيرا، لكن أريد أن أفي هذا كله. ويمكن أن ترى أحيانا أشياء تشبه، سأرسم التالي: y ناقص 1 تربيع على 4 زائد x
زائد 2 تربيع على 9 يساوي 1. وأول شيء يمكن أن تقوله هو حسناً هذا يشبه القطع الناقص المألوف y تربيع على 4 زائد x تربيع على 9 يساوي 1. إنه يشبه هذا لكن تمت إزاحته. نقطة الأصل لهذه هي 0 0، بينما نقطة الأصل لهذه ماذا يجب أن تكون؟ ستكون النقطة x تساوي ناقص 2 و y تساوي 1. إذا كنا سنرسم هذا فسيكون نصف القطر في اتجاه y يساوي 2، 2 تربيع يساوي 4، سيكون نصف القطر على اتجاه x سيساوي 3، 3 تربيع يساوي 9. إذن نصف القطر لx أكبر من نصف القطر لy. إذن سيكون قطع ناقص عريض نوعا ما. دعوني أرسم المحاور أولا. سيكون هذا دعوني أرسمه هكذا، هذا المحور العمودي وهذا محور x، وسيكون المركز على النقطة ناقص 2 1. إذن هذه ناقص 2، سأنتقل للأعلى بمقدار 1. هذا هو مركز القطع الناقص، والآن في اتجاه x هذه عبارة x، سيكون نصف القطر x يساوي 3. إذن القطع الناقص سيبعد بمقدار 3 بهذا الاتجاه، وتكون هذه أعمق نقطة بهذا الاتجاه وستكون 3. وفي اتجاه y سأذهب بمقدار 2، إذن سأرتفع. إذن هذه هنا 1 2 وهذه هنا 1 2. إذا أردت رسم القطع الناقص هذا فسيبدو شيء كهذا، يشبه شيء كهذا. أعرض بقليل من أنه طويل لأنه قيمة أو نصف القطر x أكبر من نصف القطر y. المسافة هنا تساوي 3 وهذه المسافة هي 3. المسافة هذه 2 وهذه 2، ويمكنك إيجاد هاتان النقطتان. لا أريد القيام بهم كلهم الآن بسبب ضيق الوقت، لكن هذه هنا هي النقطة ناقص 2.1. فإذا انتقلت بمقدار 3 أكثر من هذا، أي إذا أضفت 3 إلى اتجاه x فسنحصل على النقطة 1.1. وإذا ابتعدت بمقدار 3 وحدات عن اتجاه x فستحصل على النقطة ناقص 5.1، ويمكنك إيجاد النقاط أخرى، وسيكون هذا تمرين جيد لكم. على أي حال هذا بعض ما أردت قوله عن القطع الناقص، وفي العروض القادمة سنقوم بحل بعض الأمثلة المتشعبة أكثر، حيث يجب عليك تبسيطها وتضعها في صورة القطع الناقص المناسبة.